درسنا اليوم راح يكون عن ديمكي وديليمكي. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. الآن سوف أتكلم قليلا عن الدروس الخصوصية قبل ما ندخل في الدرس، لأنه أصبحت تأتيني أسئلة كثيرة عن الدروس الخصوصية. كنت نعملها من قبل لكن وقفتها، والآن فتحت التسجيلات للمبتدئين فقط، يعني للمستوى الأول، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، يعني آبير وآيكي. بداية هذه الدروس راح تكون في 14 أو 20 من الشهر القادم، يعني شهر سبتمبر، شهر أيلول، أي الشهر التاسع، يعني على حسب اكتمال المجموعة. والمجموعة راح يكون فيها أكثر شيء من 5 إلى 7 أشخاص، حتى يعني ما يكونش العدد كبير ويصعب التعلم. وفي نفس الوقت لا أستطيع تدريس كل شخص لوحده، لأنه هذا صعب بالنسبة لي، وثاني شيء هذا جيد بالنسبة لكم أنكم تدرسوا مع مجموعة من الأشخاص، فهذا راح يخلي عندكم فرصة أكبر في التعلم مع الأصدقاء اللي تدرس معهم، اللي يكونوا معك في نفس المستوى. وبالنسبة للشهادات، أنا لا أقدم شهادات. وبالنسبة لطريقة التدريس فتكون عبر رسائل صوتية وصور، وبهذه الطريقة لما يكون غيابات، يعني شخص يغيب أو يتأخر عن الحصة، راح يلقى الدرس ولم يفوته أي شيء. لكن طبعا من الأحسن أنكم تحاولوا حضور الدرس من بدايته إلا للضرورة القصوى، يعني لما يكون شخص غير قادر على الحضور، لأنه راح تكون فائدة أكبر. بالنسبة لتحديد وقت بداية الدرس، فهذا راح يكون بالتفاهم مع طلاب المجموعة، وبعد ما يتحدد الوقت راح يكون ثابت، يعني لن يتغير من أجل طالب آخر، حتى نكونوا واضحين من البداية. فلن يتغير إلا في حالات خاصة أو للضرورة القصوى، وهذا بالتفاهم مع طلاب المجموعة الكاملة. والشي اللي راح يفرحكم أكثر وطلبتوه مني كثيرا هو أني راح ندرس وفق منهج التومر، فهذا الشيء راح يساعدكم بشكل أكبر في تعلم اللغة التركية. وراح يكون هناك قراءة، كتابة، محادثة، حفظ كلمات، استماع إلى آخره، يعني راح تكون فرصة التعلم أكبر بهذا المنهج. وهنا راح تكونوا القاعدة الأساسية اللي راح تخليكم تنتقلوا إلى مراحل أخرى من تعلم اللغة التركية. وبالنسبة لمدة الدراسة راح تكون من شهر إلى شهر ونصف، يعني حتى تخرجوا بنتيجة جيدة ونقدروا نكملوا المستوى بشكل كامل ولا يوجد فيه نقائص. أما بالنسبة للسعر فهو لكل مرحلة 20 دولار. مثل ما تعلمون اللغة التركية تقسم إلى 3 أقسام، وكل قسم ينقسم إلى مرحلتين. فأنا راح ندرسكم المستوى الأول اللي فيه مرحلتين، اللي هي آبير وآيكي. بالنسبة لآبير راح يكون 20 دولار، وآيكي 20 دولار. أظن أنه كل شيء أصبح واضح بالنسبة للدروس الخصوصية، إذا خلونا ننتقل لدرسنا. إذا راح نبدأ أول شيء مع ديمكي. ديمكي عندي هنا 2 حرف كي، لكن لما ننطقها وكأنها كي واحدة لكن مشددة، مثل الشدة في اللغة العربية. ديمكي ديمكي، نشوفوا مثال عنها. بالنسبة لديمكي تأتي بمعنى يعني أو إذا. مثلا بوترفتان جيديودو ديمكي يكلاشيوروز، بوترفتان جيديودو كان يتجه من هذا الطرف، ديمكي يكلاشيوروز. إذن
نحن نقترب. فهنا أتت بمعنى إذا دمكي، إذا نحن نقترب ياك لاشيوروز. نعطيكم موقف عن هذا، مثلا يكون هناك طفل ضائع ويكون شخص رآه، فيكون يوريكم المكان اللي مر منه إلى آخره، فيقول لكم دمكي ياك لاشيوروز، يعني إذا نحن نقترب. نشوف مثال آخر، مثلا هاريكا المدينة دشنيوسان دمك هاي عالمي نميوسون، هاريكا المدينة دشنيوسان دمك هاي عالمي نميوسون، هاريكا المدينة دشنيوسان. إذا كنت تفكر أنه ليس رائع دمك، هذا يعني هيالمي نان ميوسون، أنك لا تؤمن بحلمي. نشوف جملة أخرى، دمك بنا يلان سويلدين، دمك بنا يلان سويلدين، يعني إذا كذبت علي. فممكن يقولها بطريقة أخرى الأتراك، دمك بنا يلان سويلدين، يعني النبرة تكون متغيرة في الأخير يزيدوها دمك بنا يلان سويلدنا. هنا يكون في حالة عرف أنه كذب عليه فيقول له هذا الشيء. ننتقل ديالم كي، ديالم كي يعني لنفترض أو لنقل أو دعنا نقول. نشوف الأمثلة، مثلا ديالم كي سان هاكلسن، ديلم كي سان هاكلسن، معناها لنقل أنك على حق، يعني افتراض لنفترض. مثلا هذه الجملة ديلم كي سان هاكلسن نستخدمها في مناقشتنا مع الشخص، يعني ما نكونوش مصدقينه في الشيء اللي راه يقوله، لكن بما أنه يرفض هذا الشيء فنقول له ديلم كي سان هاكلسن ونكمل الشيء الذي أريده. فهنا نقول لنفترض أنك على حق أو لنقل أنك على حق. مثلا نقول لنفترض أنك على حق، لكن لماذا فعلت كذا وكذا وكذا، تأتي بهذا المعنى. جملة أخرى من نفس الشكل، ديلم كي صنعنا نيورم، ديلم كي صنا إنانيورم، يعني لنقل أو لنفترض أنني أصدقك. راح نشوف آخر مثال، نعطيكم موقف. مثلا صديقتي طلبت مني أن نقوم بشيء ما، لكن أنا متردة حتى نقوم به، لكن هي مصممة على أني أقوم بهذا الشيء. فنقول لها ديلم كيبونو يبتم سنرانا ولا جاك، ديلم كي لنقل أو لنفترض بنو يأبتن فعلت هذا سنرانا ولا جاك، بعدها ماذا سيحدث؟